أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل وفيها. 7 شهداء وأكثر من 35 جريحا في تفجيرين انتحاريين استهدفا جبل محسن وجبهة النصرة تعلن مسؤوليتها. ردود فعل شاجبة ومستنكرة ورئيس الحريري يدعو للوقوف وراء القوى الأمنية ردا على الجريمة. مئات الألاف في تظاهرة باريس اليوم تنديدا بالإرهاب وسط حال تأهب قصوى. صباح الخير. هو الإرهاب الأعمى نفسه وإن تعددت أشكاله من لبنان إلى سوريا والعراق والسعودية وباكستان وصولا إلى باريس، ضرب مجددا ليلة أمس على الوتر المذهبي والطائفي الحساس، مستهدفا هذه المرة ساحة جديدة من ساحات الوطن بهجوم انتحاري مزدوج داخل مقهى عمران في جبل محسن، فحصد 7 شهداء وعشرات الجرحى بالإضافة إلى مقتل منفذي الهجوم. وفيما أعلنت جبهة النصرة مسؤوليتها عن التفجيرين الإرهابيين مشيرة إلى أنه تم تدريبهما في القلمون السورية، أفادت مصادر أمنية تلفزيون مستقبل أن الانتحاريين هما بلال محمد مرعي الملقب بإبراهيم وطه سمير خيال، وهما من منطقة المنكوبين، وقد سلم والد الأخير نفسه إلى شعبة المعلومات. إلى ذلك ينعقد مجلس الأمن الفرعي صباح اليوم في سرايا طرابلس بحضور القادة الأمنيين والمدعي العام الاستئنافي في الشمال لبحث التدابير المتخذة في مواجهة التطورات. لم تكد عاصمة الشمال طرابلس تخرج من دائرة العنف حتى وجدت نفسها مجددا فيها. يد الإرهاب تضرب هذه المرة في جبل محسن وتحديدا في مقهى عمران، حيث فجر الانتحاريان طه سمير كيال وبلال محمد إبراهيم نفسيهما، مما أدى إلى سقوط 9 شهداء وعشرات الجرحى الذين وزعوا على المستشفيات في طرابلس وزغرتة. وقد عرف من الشهداء الطفل علي إبراهيم والدركي يوسف علي عبدو وعلي خضور وعلي الزبار والسوري يحيى عبد الكريم. وفي بيان صادر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه، فإنه على أثر التفجير الانتحاري الذي وقع عند 7:30 من مساء السبت توجهت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على عزل المنطقة المستهدفة، كما حضر عدد من الخبراء العسكريين الذين باشروا الكشف على موقع الانفجار لتحديد حجمه وملابساته، فيما تولت الشرطة العسكرية التحقيق لكشف هوية الفاعلين. وعبر حسابها على تويتر تبنت جبهة النصرة عملية تفجيرين الانتحاريين، فيما طوقت مخابرات الجيش منزلي الانتحاريين في المنكوبين. الرئيس سعد الحريري دان جريمة جبل محسن ودعا إلى تضافر جهود اللبنانيين جميعا ووقوفهم بقوة وراء الجيش اللبناني والقوى الأمنية ردا عليها. أدان الرئيس سعد الحريري بشدة جريمة التفجير الإرهابي التي استهدفت أحد المقاهي في منطقة جبل محسن، واعتبر أن هذا العمل يندرج في إطار إثارة البلبلة وتأجيج الفتنة وزعزعة الأمن في عاصمة الشمال، بعدما تمكن الجيش اللبناني والقوى الأمنية من وقف دورات العنف والاقتتال ومكافحة التنظيمات الإرهابية وتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة. ودعا الرئيس الحريري للرد على هذه الجريمة الإرهابية النكراء بتضافر جهود جميع اللبنانيين ووقوفهم بقوة وراء الجيش اللبناني والقوى الأمنية للقيام بالإجراءات المطلوبة في حفظ الأمن وملاحقة المرتكبين ومن يقفون وراءهم لإلقاء القبض عليهم وإحالتهم على الجهات المختصة لمحاكمتهم. كما وجه الرئيس الحريري تعازيه الحارة إلى عائلات وذوي الشهداء مع الدعاء إلى الجرحى بالشفاء العاجل. رئيس مجلس الوزراء تمام سلام رأى أن هذه الجريمة الجديدة هي تحدي للدولة وقواها الأمنية التي نجحت في وضع حد لمعاناة طرابلس المديدة، وأكد أنها لن تضعف عزيمة الدولة وقرارها في مواجهة الإرهاب والإرهابيين. ودعا أبناء طرابلس إلى الالتفاف حول القوى المسلحة الشرعية وإظهار أعلى درجات المسؤولية لتفويت الفرصة على قوى الظلام في استدراج ردود فعل تخدم مخططاتها الفتنوية. وزير العدل اللواء أشرف ريفي قال إن يد الإرهاب امتدت لتنال من طرابلس وأهلها باستهداف مجرم طال أبناء المدينة وحاول نيل من أمنها واستقرارها، وهو عمل مرفوض ومدان بكل المعايير الأخلاقية والدينية والوطنية،
ويقع تحت طائلة القانون وصولا إلى معاقبة كل من خطط له وشارك في تنفيذه. وقال ريفي في بيان: أمام هول هذه الجريمة التي تمس السلم الأهلي، سأتقدم من مجلس الوزراء بطلب إحالة هذه الجريمة إلى المجلس العدلي أسوة بالجرائم الإرهابية الأخرى، لكي يلاحق ويحاكم المسؤولون عنها أمام القضاء وينالوا القصاص العادل. حزب الله رأى أن هذه الجريمة واضحة المعالم والأهداف، ما يؤكد أن الأخطار التي تتهدد منطقتنا كلها هي واحدة، ومصدرها الفكر التكفيري الإجرامي الذي لا يميز بين منطقة وأخرى وطائفة وأخرى وبلد وآخر. المجلس الإسلامي العلوي استنكر الجريمة وطالب من كل الأهالي في جبل محسن التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتفويت الفرصة التي يريدها الإرهابيون، وهي إشعال نار الفتنة وزعزعة العيش الواحد، داعيا إلى الالتفاف حول المؤسسة العسكرية وأجهزة الدولة الأمنية الرسمية وتعاون معها لكشف الفاعلين. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي أناب وليد جنبلاط دعا إلى تجاوز الخلافات السياسية والمذهبية والطائفية في هذه المرحلة، وإذ أشاد بحوار تيار المستقبل وحزب الله دعا اللبنانيين إلى مواجهة الإرهاب موحدين. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اعتبر أن أي عمل أمني يطال أي لبناني على أي بقعة من الأراضي اللبنانية يطال اللبنانيين جميعا، وطلب جعجع السلطات القضائية والأمنية المختصة متابعة التحقيقات بجدية وعمق للتوصل إلى توقيف الفاعلين والمخططين وسوقهم إلى العدالة. الرئيس ميشيل سليمان دان بدوره الجريمة، مؤكدا أن الإرهاب مهما حاول لن ينجح في جر طرابلس وأبناء طرابلس إلى الفتنة التي لا تخدم أي لبناني بقدر ما تخدم أعداء لبنان في هذه اللحظات المفصلية التي تعيشها البلاد، وفي ظل الحوار المطلوب علّه يؤدي إلى تخفيف الاحتقان المذهبي من جهة وانتخاب الرئيس من جهة أخرى. مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار دعا إلى نبذ الفتنة ورفض كل أشكال الإرهاب. ثقتي بأهل جبل محسن وبوعيهم الوطني من شأن ذلك أن نتجاوز هذه المحنة التي ألمت بهم دون ردات فعل على المدينة، لأن الفاعل هو يد تخريبية ويد تفجيرية تريد أن تعيد طرابلس إلى أيامها السوداء وإلى لياليها المعتمة والمظلمة. نحن نستنكر بشدة ونستهجن ونقف مع أهلنا وإخواننا في جبل محسن. الأمانات العامة لقوى 14 من أذار قالت أمام بشاعة الجريمة التي طالت منطقة جبل محسن في طرابلس: نؤكد أننا كلنا جبل محسن. منسقية طرابلس في تيار المستقبل اعتبرت أن منطقة جبل محسن هي جزء أساس من طرابلس، وبأن أبناء الطائفة العلوية هم أساس في حاضر ومستقبل تكوين المدينة، وهم جزء أصيل من تاريخها، ورأى أن الشهداء الذين سقطوا في جبل محسن امتزجت دماؤهم مع دماء شهداء طرابلس الذين سقطوا في تفجيري مسجدي التقوى والسلام الإرهابيين، كانت ضحية الأدوات المجرمة والمتوحشة ذاتها. أكدت فرنسا أنها عازمة على اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان أمن الفرنسيين، ولهذه الغاية تم استدعاء قوات إضافية لحماية بعض المؤسسات ودور العبادة. وكشف وزير الداخلية أنه تم اتخاذ كل التدابير لمواكبة التظاهرة المقررة اليوم في باريس بمشاركة دولية واسعة. مواجهة الموجة الإرهابية التي عصفت بالبلاد بقيت الشغل الشاغل للحكومة الفرنسية التي اجتمعت استثنائيا اليوم في الإليزي وأقرت في خلاله إجراءات عدة لتجنب تكرار الهجمات الإرهابية. وأعلن وزير الداخلية الفرنسي بعد الاجتماع الإبقاء على حالة الإنذار على أعلى مستوى في خطة مكافحة الإرهاب، لافتا إلى المخاطر على ضوء الوضع الحالي. كما كشف أنه تم اتخاذ كل التدابير لضمان أمن التظاهرات المقررة أحد في باريس والتي سيتصدرها الرئيس فرانسوا أولوند وعدد من القادة الأجانب. من جهته أقر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بوجود ثغرات في الاستخبارات الفرنسية بالنظر إلى عدد الضحايا الذين قتلوا في الهجمات الإرهابية. وسط هذه الأجواء تبنى تنظيم القاعدة في اليمن الهجوم الذي استهدف مقر الصحيفة الفرنسية شارلي إبدو، مشيرا إلى أن الهجوم يأتي ردا على رسومات مسيئة للإسلام.
وفي كلمة صوتية بثها التنظيم للقيادي فيه حارث النظاري، أكد وجود اتصال بين منفذي الهجوم وتنظيم القاعدة في اليمن، وهدد النظاري فرنسا بشن مزيد من الهجمات. إلى ذلك شارك مئات الألاف في عدد من المدن الفرنسية في مسيرات صامتة لتكريم القتلى الذين سقطوا في فرنسا منذ الأربعاء الماضي، في وقت تستعد باريس لتظاهرة كبيرة غدا يشارك فيها قادة الدول الأوروبية تضامنا مع فرنسا ضد الإرهاب. وقد أعلن العديد من قادة الدول الأوروبية تلبية دعوة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند، من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، إضافة إلى رؤساء وزراء إسبانيا وإيطاليا وتركيا ورئيس المفوضية الأوروبية ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي. وتزامنا مع المسيرة الباريسية تقام في كندا والولايات المتحدة مسيرات عدة لشجب الهجمات التي أدت إلى مقتل العديد في باريس. وفي لبنان، وتضامنا مع ضحايا صحيفة شارلي إبدو، نظم طلاب حزب الوطنيين الأحرار اعتصاما رمزيا في ساحة سمير قصير في وسط بيروت، حمل فيه المشاركون الشموع مؤكدين تمسكهم بحرية التعبير، كما شددوا على رفض اتهام أي طائفة بالإرهاب لأن الإرهاب لا دين له. بعد الفاصل في الإشراق. ماريا إلى الحي. ووالدها إبراهيم مغيط لا يزال. بعد الفاصل ماريا إلى الحياة بغياب والدها الأسير إبراهيم مغيط. أهلا بكم من جديد. في معراب التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على مدى 3 ساعات أمين السر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان، موفدا من رئيس التكتل النائب ميشيل عون، في حضور رئيس جهاز التواصل والأعلام في القوات ملحم رياشي. كنعان أكد للمستقبل أن المحادثات الجارية بين الرابي ومعراب تهدف إلى بلورة القواسم المشتركة والتوصل إلى تحديد هذه القواسم وأعلانها. وفيما أشار كنعان إلى أن هذه المحادثات ستستكمل الأسبوع المقبل، اكتفى بالقول إن الجهود منصبة حاليا على الجوهر والمضمون، لأننا نريد أن يكون اللقاء مثمرا وأن تكون له تداعيات إيجابية على الساحتين المسيحية والوطنية. حكوميا، أفادت مصادر وزارية المستقبل أن الاتصالات التي جرت خلال الساعات الماضية أفضت إلى قرار شبه حاسم بعقد جلسة لمجلس الوزراء غدا الاثنين، وعلى جدول أعمالها إقرار بند ملف النفايات بتوافق أعضاء المجلس. أما إذا تعذر التوافق بالإجماع فسيتم إخضاع البند للتصويت وإقراره بغالبية الأعضاء مع تسجيل أي تحفظ أو اعتراض يبديه أي من الكتل الوزارية. ماريا أبصرت النور بغياب والدها إبراهيم مغيط وانضمت إلى أفراد عائلات الأسرى العسكريين. ولدت ماريا ووالدها إبراهيم مغيط لا يزال أسيرا مع رفاقه العسكريين. هذه الطفلة الرضيعة التي تنضم إلى محمد ابن العسكري الأسير عباس مشيك الذي ولد أيضا بغياب والده، لم تستطع رغم براءتها أن تدخل الفرحة دون غصة وحزن إلى قلوب العائلة. طفلة عم تخلى، مش قادرة أنه بيا يحضنها أو يشوفها، وكل هذا إذا بدنا نبحث فيه بسبب تقاعس حكومي وسبب تقاعس دولي، ما قدرت جيب لها بيا لهالطفلة ليشوفها أول ما عم تخلى، وهذا ما ذنبه شيء، هذا كان عسكري بالجيش، كان ذنبه أنه عم يحمي حدود لبنان، بس للأسف الهيئة لبنان مش قادر يوقف معه. لما توعى حتسألنا أنه وين بيا يحضنها، أكيد وضع كتير صعب يعني. ماريا تنضم إلى حسين ومحمد ومقبل، إلى كل أولاد العسكريين المختطفين الذين حرموا من أبائهم. تنتظر ماريا عودة والدها حرا معافى. دان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الاعتداء الإجرامي في باريس وأعرب عن ارتياحه للحوار بين المستقبل وحزب الله. استنكر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الأحداث التي حصلت في باريس، وأكد بعد اجتماع له برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أنه يشكل اعتداء على الجالية الإسلامية في فرنسا وأوروبا التي تعيش بتفاعل حضاري كبير مع شرائح المجتمعات الأوروبية كافة. يستنكر المجلس الشرعي الإجرام، عملية الإجرام التي حصلت في باريس، ويرى أنه مهما كانت الأسباب والدوافع فإنه اعتداء مدان
لأن فيه اعتداء على حياة الإنسان أيا كان. المجلس رحب بالحوار بين المستقبل وحزب الله، مؤكدا من جهة ثانية على أهمية التضامن الوزاري. ودعا المجلس الحكومة للعمل لتخفيف معاناة النازحين السوريين وللاستمرار في محاربة الفساد حرصا على الأمن الاجتماعي والغذائي للمواطنين وإيجاد حل نهائي لمشكلة النفايات. منطقة الأحواز ذات الغالبية العربية والتي تحتلها إيران قضية منسية تحاول الجاليات الأحوازية في العالم الإضاءة عليها، وفي هذا الإطار تحرك لهم في الدنمارك، ومن هناك تقرير لمراسلتنا مها ظاهر. يا إيراني برا برا، يا إيراني برا برا. الممارسات الإيرانية بحق الأحواز العربي كانت محطة تنديد خلال تظاهرة نظمتها حركة النضال العربي لتحرير الأحواز في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، من محاولة سلب الأحوازيين هويتهم العربية وصولا إلى الإعدامات بحقهم. مرورا بسرقة ثروات الأحواز، تستمر السياسة الإيرانية التعسفية بحق الأحوازيين العرب. هنالك يعني محاولة فرض الهوية الفارسية عن الأحوازيين، هنالك تمييز في كافة مناحي الحياة ضد الأحوازيين، هنالك يعني سياسة استيطان يعني من أجل تغيير الديمقراطية في الأحواز. فالدولة الاحتلال الإيراني تحاول من خلال إجبار الأحوازيين على الهجرة من الأحواز وسلب الأراضي واستبدالهم بمستوطنين فورس أن تغير الديمقراطية الأحواز. شقت المسيرة شوارع كوبنهاغن على وقع شعارات وهتافات منددة بسياسة إيران تجاه الأحواز وصولا إلى السفارة الإيرانية. هناك ألقيت كلمات لناشطين عرب من مختلف الجنسيات نددت بسياسة إيران تجاه الدول العربية عموما والأحوازيين خصوصا. نعلن دعمنا الكامل لحق الشعوب وعلى رأسها الشعب العربي الأحوازي في مقاومتها للاحتلال الفارسي، كما نعلن دعمنا الكامل للأسرى الأحوازيين في سجون الاحتلال الفارسي ونقف إلى جانب عوائلهم. إشارة إلى أن الأحواز العربي يمتد على مساحة 240 ألف كيلومتر مربع بعدد سكان يتخطى 10 ملايين، ويتمتع بثروات طبيعية لا سيما بترولية تسيطر إيران على معظمها. حوالي 1000 يبلغ عدد أفراد الجالية الأحوازية هنا في الدنمارك، يطلقون الصرخة كلما سنحت لهم الفرصة من هنا ومن مختلف الدول الأوروبية لتعريف العالم بقضيتهم، خصوصا في ظل جهل هذه القضية من البعض من جهة وتجاهلها من البعض الآخر من جهة أخرى. من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، مها ظاهر، تلفزيون المستقبل. بعد الفصل في النشرة. موسم التزلج يفتتح رسميا اليوم والصقيع يلف المناطق اللبنانية. نواصل تقديم النشرة الصباحية. تجددت العاصفة ليلا وتساقطت الثلوج على المرتفعات وأدى تراكمها إلى إقفال عدد من الطرقات، في حين تواصل هطول الأمطار على المناطق الساحلية. إلى ذلك وبفعل الثلوج التي حملتها العاصفة زينة، سيتم اليوم رسميا افتتاح موسم التزلج. التقرير لرشا الحلبي. عصفت زينة ونثرت خيرها على جبال لبنان، محققة بذلك أمنية هواة الرياضة الشتوية وعشاق الزائر الأبيض الذين حرموا منه العام الفائت. فلبست كفردبيان الرداء الأبيض لتفتتح بذلك موسم التزلج، فيما توافد إلى المنصات مئات المواطنين صغارا وكبارا. منظر بعقد، نحن طالعين شيء رائع، بقولوا لك لبنان فعلا لبنان رائع. صلنا تقريبا من هديك السنة، بما أنه هديك السنة فتحوا مرة نهار واحد، بقى كنا ناطرينها بفارغ الصبر. تعس كتير حلو. صار لي سنتين وكثير محمسة كنت، وحتى يعني مع الجليد وكل شيء على الطرقات وطلعنا. ايه نحن كثير محمسين ونحن هون وعم ننطر، يعني صلنا قديه نجي لهون ونعمل سكي. بلدية كفردبيان متفائلة وهي تتوقع أن يكون هذا الموسم واعدا،
موسم مبين موسم كتير حلو، نوعية التلج بتجنن. يعني هديك السنة للأسف ما كان في عنا تلج، هيك ما كان في موسم، يعني ناطرين الناس كلها ناطرة. نتأمل إنه يكون موسم ناجح والتلج الأبيض يجيب معه السلام على المنطقة كلها. السنة الماضية يعني حرام، يعني البيستيت والشركة المزار كفر دبيان ما فتحوا غير فترة يومين. السنة متأملين يعني بهالتلج يكون موسم كتير كبير. يعكس هذا المشهد إذن شغف اللبنانيين بحب الحياة والمرح. خلافا للأوضاع السائدة في لبنان، فإن الطبيعة تحمل خيرات كبيرة تبشر بموسم تزلج واعد يعوض عن خسائر الموسم السابق. من كفر دبيان، رشا الحلبي، تلفزيون مستقبل. وكبة لأوضاع اللاجئين السوريين في العاصفة، حملة لمساعدتهم انطلقت من شارع الحمرة، تم خلالها جمع الثياب والتبرعات. التقرير لسلمان العنداري. لم تمر العاصفة زين مرور الكرام على اللاجئين السوريين في لبنان، فالبرد القارس كاد أن يجمد قلوب الأطفال والنسوة والكبار في خيامهم المتروكة وسط الإهمال والحرمان. هذا الواقع المؤلم دفع بجمعيتي لبنان فور رافجيز وجي إلى تنظيم حملة تبرع لجمع الثياب للنازحين. فموقف السيارات هذا في شارع الحمرة تحول إلى مركز لاستلام التبرعات. متطوعون وناشطون لبنانيون من مختلف المناطق أحضروا ما استطاعوا من مساعدات. نحن اليوم ببيروت حرارة 5، خلصت العاصفة راحت زينا والحرارة 5. تخيل كيف كانت بالجرود بالناس اللي عايشة بالخيام خلال العاصفة. حركت شيء إنساني عندي وعند كثير ناس، قلنا لازم نعمل شيء، لازم نعمل إطار خلي الناس اللي بعد ما ساعدت قادر تساعد. يوصلوا السيارات بيحطوا الأغراض عنا، نحن بنحملهم على الشاحنات وبنبعتهم للمناطق الأكثر شيء على الأطراف المتضررة من العاصفة. بعتنا على شبعة، بعتنا على عرسيل، بعتنا على سعد نيل، ولا توصلنا مع عكاسنا لهلا 14 تراكس نباتين، متوقع 21 تراك موزعون. شيء كتير مهم انه اللي عم بيتساوى، لانه كلمة حرام ما بتكفي، التضامن على الفيسبوك ما بتكفي، في ناس عم بتموت، تقريبا صاروا فوق الاربع او خمس اشخاص ميتين، هيدا الحديث هلا اللي نحن عارفينه. الشاحنات عبئت والحملة مستمرة، زينة ترحل لكن موجة الصقيع لن تغادر خيم اللاجئين في موسم الشتاء القارس. اللاجئون السوريون ليسوا وحدهم ولن يتركوا في ظل المعاناة والصقيع والجليد الذي خلفته العاصفة زينة. لفتة مميزة من المجتمع المدني اللبناني ستعيد حتما بعض الدفء إلى قلوبهم. من بيروت، سلمان العنداري، تلفزيون المستقبل. ونصل في الختام إلى التذكير بعناوين النشر. 7 شهداء وأكثر من 35 جريحا في تفجيرين انتحاريين استهدفا جبل محسن وجبهة النصرة تعلن مسؤوليتها. ردود فعل شاجبة ومستنكرة، والرئيس الحريري يدعو للوقوف وراء القوى الأمنية ردا على الجريمة. مئات الآلاف في تظاهرة باريس اليوم تنديدا بالإرهاب وسط حالة تأهب قصوى. نهاية النشرة الصباحية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.